السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده عن موضوع يعني هو منتشر بطريقة مش طبيعية، بس قبل ما نتكلم عن الموضوع يعني أحب أفكركم إن كل واحد جواه طاقة بتخليه يبص لغيره بطريقة اللي هو انت ما ينفعش تبقى احسن مني، انت ازاي احسن مني؟ هو ليه انت احسن مني؟ هو ايه عندك زيادة مش عندي؟ الطاقة اللي جوانا السلبية اللي بتطلع على الناس دي، يعني المفروض ان احنا كبشر نحب الخير لبعض، يعني نتمنى اتمنى ان انا ابقى كويسة زي فلان الفلاني، او ابقى يعني في مركز فلان الفلاني، او ابقى يعني عندي عيال، ابقى عندي منصب، ابقى عندي فلوس، ابقى عندي راحة بال، ابقى عندي سعادة. ماشي، كل الحاجات دي حلوة، بس ان انا اتمنى لغيري الشر دي صعبة قوي، يعني صعبة ومستحيلة، يعني مستحيل ان كشخص يتمنى لغيره الشر. هتستفاد ايه لما تشوف غيرك تعبان؟ او هتستفاد ايه لما تشوف غيرك حاله اتغير للأسوأ؟ هتستفاد ايه لما تلاقي حاجات كتيرة وحشة بتحصل للي قدامك انت السبب فيها؟ ليه؟ حلقتنا النهاردة عن البلوجر مريم جودة. مريم جودة جت يوم راس السنة، نزلت صور ليها هي وجوزها، وطبعا كانت احلى سنه، وطبعا مناظر حلوه، وطبعا احضان وحاجات لطيفه خالص. جوزها توفى، يعني هي ما لحقتش تفرح. وفي كومنت واحد من الكومنتات اللي موجوده دي، اختها كانت بتقول لها ايه؟ يا بنتي هتتحسدي. طب ما انت عارفه، يعني انت عارفة واختك عارفة وكلنا عارفين، طب ليه اطلع حياتي على الملأ كده اهو، وازعل لما حد يديني عين كده واتحسد؟ طب انا استفدت ايه؟ انتوا استفدتوا ايه بالحسد؟ ليه توصل بينا المرحلة ان انا ابص لغيري بعين حقدة؟ يعني ما اقولش بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدهم، ربنا يبارك، ربنا يرزقني، كل الكلام ده حلو، كل الكلام ده مفيد، انما ليه اوصل لمرحله الحسد مذكور في القران وكل حاجه، والعين بتوصل الشخص للاب، وكل ده تمام. طب ليه احنا ما نبقاش على لساننا، واول ما نشوف حاجه نقول ما شاء الله تبارك الله، نذكر الله، وبعد كده نتمناه؟ يعني مش هيحصل حاجة لو احنا تمنينا الخير زيهم، بس تمنينا لهم برضو الخير. وبرضو يعني احنا كشخصيات ليه اعرض حاجة زي دي على الملأ؟ طب ما انا عشت اليوم واليوم كان جميل، ما احتفظتش بيه لنفسي ليه؟ ليه اوصل نفسي لمرحلة ان الناس تبصلي بالمنظر ده؟ ليه؟ دلوقتي من ضمن الحاجات اللي بتحصل في الزمن ده التيك توك، ان البني ادم بيصور حياته كلها. انا بشوف ناس على التيك توك بتسيب الموبايل شغال لايف ونايمه. انا هنزلها لكم في الرياكتات، بس يعني كل ما اجي اقعد اعمل فيديوهات رياكت بلاقي اخبار الواحد ما بيستوعبهاش. ليه انا انزل صور وكل يوم جوزي يموت؟ ليه انتوا عايزين ايه؟ انتوا ليه بتعملوا كده؟ يعني ليه بصين الناس بالبشاعة دي؟ ليه جوانا مش نظيف؟ ليه جوانا وحش؟ جوانا حقد؟ جوانا غل؟ جوانا اتمنى الخير للناس، ربنا يرزقكم. انما اللي انتوا بتعملوه ده صعب، اللي انتوا بتعملوه ده يعني لا هيقدم في وضعكم حاجة ولا هيأخر فيه، بالعكس ده انتوا بتضروا. هو مشكلتنا فعلا في الايام دي هي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا جننت الناس كبار وصغيرين، عواجيز واطفال، كل حاجه تلاقي مشغل الكاميرا، مصور بياكل، مصور نايم، مصور بيذاكر، مصور بيستحمى،
وصلت لمرحلة في التصوير مش طبيعية. انتوا التصوير جاب لكم هوس. ده حتى لو حصل مثلا حادثة في الشارع، جريمة، أي حاجة، كل الناس بتفكر فيه تطلع الموبايل وتصور، ما تفكرش تساعد، ما تفكرش تسند، ما بتفكرش تغيث، ما بتفكروش في أي حاجة من دي. انتوا بتفكروا بس تطلع الموبايل وصور وخد اللقطة. طيب اللي جوانا بقى، المفروض ان احنا نساعد، المفروض ان احنا نشيل، المفروض ان احنا نلحق، الكلام ده ما عادش موجود. كل اللي موجود كله طلع الموبايل وصور. يعني انت لو نزلت الشارع افتعلت خناقة، يعني اتفقت انت واصحابك تعملوا خناقة وتضربوا بعض، بص على اللي حواليك، بص كده، بص كل اللي حواليك، هتلاقي كله ماسك التليفون بيصور. بتصور ايه؟ طب ما فرق بينهم، حاول تصلح بينهم، حاول تعمل اي حاجه، الحق. ما ممكن يحصل قدامك جريمه قتل حالا، في موقف زي ده ممكن يحصل اتنين يموتوا بعض. ليه انت ما تكونش سبب في انك توقف الحاجه دي او تمنعها؟ او انا ما بقتش عارفه. احنا يعني احنا اخر الجيل اللي اتربوا صح. في ايه في الجيل الجديد؟ في فيروس في الجو؟ لا، مش عندنا ده، في كل الوطن العربي. يعني انا لما جيت انزل فيديوهات دلوقتي عشان اعمل رياكت، انا منزله مش على مصر بس، الوطن العربي كله بقى صعب صعب ان انت تسيطر عليه بكم السوشيال، جنان السوشيال اللي حاصل، بكم الفيديوهات اللي بتنزل يوميا. البنات بقت بتقول الفاظ مش كويسه، الرجاله انا مشوفش فيديوهات الرجاله بتعمل زي البنات. البنات بقت بتعمل حاجات مش طبيعيه، سواء عندنا او في جميع الوطن العربي، البنات بقت بتعمل حاجات مش طبيعيه. وكل ده بسببه ايه؟ ان الكاميرا والتصوير والسوشيال والهبل اللي احنا وصلنا له. احنا بقينا في طريق صعب، ومن ضمن الطريق العين والحسد والحقد والغل. لما مثلا يعني اتنين واحده نزلت فيديو جاب لها مليون فيو، واحده نزلت فيديو جاب لها 100 فيو، اللي جاب لها 100 فيو دي بتبص للي جاب لها مليون فيو دي، بتديها بترقعها عين تمام، بتجيبها الارض، يعني تديها العين من هنا بتجيبها الارض. طيب البلوجر مريم موجوده، انت يعني انا بس عايزه اوجه ليكي سؤال، انت استفدتي ايه دلوقتي؟ انت نزلتي وشيرتي حياتك في يوم خاص بيكي انت وجوزك، انت وجوزك ده حاجة خاصة بيكي، بتصوريها وبتنزليها ليه؟ انا مش فاهمة. وكذلك برضو المشاهير بتنزل وبتصور وبترفع وبتعمل. طيب ماشي، دول اتعودوا على كده، اتعودوا ان ما عندهمش خصوصية، هم كمشاهير ما عندهمش خصوصية، الحاجة بالنسبة لهم بين للكل وللملأ. انت بقى انت حياتك فين؟ خصوصيتك فين؟ شخصيتك فين؟ دنيتك فين؟ ليه فاتحه الباب كده لكل من هب ودب بيديكي عين او يقول كلمه توصلك لكده؟ يا جماعه خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من حياتكم، خلي بالكم من عيالكم، وخلي بالكم من كل حاجه. كل حاجه في الزمن دي ما عادش زي زمان. زمان النفوس كانت طيبه وراضيه وصافيه، دلوقتي ما عادش الكلام ده. يعني الله يرحمه جوزك، وكل واحد يخلي باله من نفسه. واشوفكم على خير في حلقه جديده. بعدين ما تعملوا لايك، انتوا ما بتعملوش لايك ليه؟ اشمعنى انا يعني؟ اشوفكم على خير، واستنوا برضو فيديوهات الرياكت. ان شاء الله هعملها يعني، بس يعني الواحد كل ما بيفوق من صدمه بيتحط في صدمه تانية اسوأ واضل. فايه واحدة واحدة كده، هي 2023 داخلة علينا دخلة مخبرين، بس إن شاء الله هنعدي الدخلة ونكمل إن شاء الله. أشوفكم على خير، السلام عليكم.